مرحبا، تغيرت ملامح ما يزيد عن 2 مليون كيلو متر مربع بتغير مفهوم الترفيه وحتى السياحة. بالفعل السعودية أشبه بقارة تصافح رمال صحاريها الجبال وسواحلها ممتدة وأجواءها مختلفة، أما شمس الوسطى فتذوب ثلوج الشمال وأمطار المرتفعات الجنوبية تسقي ظمأ الأودية. لو لاحظ في روحانية الحرمين غرب السعودية وزيارة العالم الإسلامي برضو لهالمواقع ومسارح الجنوب اللي عاصرت يعني كبار نجوم الفن السعوديين. طبعا نجس بما أنك أنت من الشرقية، يعني قد ما للشرقية تراث قد ما لها حداثة، يعني بوجود التكنولوجيا ووجود النفط برضو. وما أحكي لكم طبعا عن كيف أهل الشمال والأجواء اللي تضاهي الريف صحيح. الأوروبي طبعا، ونجد العذية وقلب المدينة القديم والمتاحف اللي ما يمكن نستغني عن زيارتها في أي زيارة لمناطق من مناطق المملكة، ولا يا جماعة؟ صحيح طبعا يا محمد ويا خلف، العود المكسور رجع انجبر، ورجعنا أيضا نسمع دندنة أوتارة. اليوم صرنا أشخاص طبيعيين مارس الترفيه كأي مجتمع سليم، والمليارات اللي كانت تنصرف برا أبشركم راح نصرفها داخل السعودية وعلى الترفيه وعلى التوظيف. أحد منكم يصدق أن ترفيه زمان كان بهالشكل؟ فعلا خلف، يعني أشوف أنه يعني هالفعاليات كانت تستعطف الناس الأغراض معينة، مثل ما نشوف يعني بين الحاضر والماضي كانت هالفعاليات يعني حتى القائمين عليها أشخاص إحنا ما نعرف مين هذولا، ما هم تابعين حتى أعتقد أنه المظلات أو جهات رسمية، يعني هذولا أعتقد أنه اجتهاد أشخاص. حتى الفعاليات يعني أعتقد أنهم يحسسون الناس أنه الحياة بتنتهي بالمواعظ المخيفة، يعني كفن موت، زيارة مقابر، مع أنه يعني أعتقد أنها فعاليات فرائحية ولا؟ أنا أشوف أنه كان في استقطاب لأسماء يعني تميل لأحزاب، أيضا كان في توجهات معينة. يعني بالله عليك هذه فعالية لما شخص يكسر عوده، أو أيضا بعض التفاهات اللي قاعدين نشوفها، إلى جانب الإيحاءات الغير مناسبة اللي ترسل من قبل هذه الأسماء المدعوة لمثل هذه الفعاليات. تخيلوا أن الترفيه كان ترهيب، موت، كفن، تكسير، يعني أصوات عالية ومخيفة جدا. يعني وين الترفيه أول وين الترفيه الآن؟ الحمد لله أن يا محمد تغيرت الأمور. صحيح. متى تغيرت الأمور يا جماعة الخير؟ متى؟ في 7 مايو في عام 2016 تأسست الهيئة العامة للترفيه. بعد تأسيسها للهيئة العامة ساهمت في تحسين جودة الحياة بشكل عام. مثلا في عام 2017 إلى عام 2018 وصل مجموع عدد الزوار إلى أكثر من 27 مليون زائر يا جماعة الخير للفعاليات اللي أقيمت في السعودية. فعلا محمد أنت ونرجس، كان هناك أكثر من 55 مدينة ومحافظة، وأيضا شارك في تنظيم هالفعالية أكثر من 280 شركة، وأكيد هالشيء أعطى فرصة لشبابنا أكيد. وعيالنا هالوظائف أنتوا خابرين يعني تكثر في مثل هذه الفعاليات. وتصدق يا خلف أن 100,000 شاب وشابة شاركوا في تنظيم هالفعاليات وهالمناسبات، وطبعا وفرت 224,000 وظيفة جديدة، و 114,000 وظيفة مباشرة، و 110,000 وظيفة كانت موجودة. صح نرجس، خلونا نطلع مع بعض وناخذ جولة سريعة ونشوف الفعاليات الجديدة اللي راح تقدمها هيئة الترفيه في عام 2019. نشوف ونرجع. حياكم الله، أخذنا لفة قبل شوي وجولة في بعض الفعاليات اللي بتكون إن شاء الله في عام 2019. شباب شفنا مع بعض الفيديو، متحمسين تعيشون هالأجواء هذه؟ أنا الصراحة أكثر فعالية مرة متحمسة لها The Color Run،
يعني بتدرب تدريب خرافي. والتلوين هذه ترى فكرة، يعني هي تلوين وركض وأشياء مرة خرافية إنزين، لكن هذه الفكرة ترى موجودة في كل أنحاء العالم وكلها رهيبة. خلاص فيك شد على الركض، بس بدي أسألها فيك شد على الركض؟ بتدرب لمدة سنة على الركض وإن شاء الله أصير قدها. أنا متحمس أشوفها ملوك. يعني إيش أكثر شيء يعجبك؟ أنا الترفيه اليوم صاير بكل مكان. الشيء اللي عجبني يعني صوت الموسيقى ودندنة العود. إحنا ما بقى تشرب قهوتك وتسمع عود وتشوف فعاليات حلوة، أيضا الستاند أب كوميدي والفعاليات الماجيك شو اللي قاعدين نشوفها في الكافيات هالأيام. برضو الترفيه اليوم يعني مش منحصر فقط على الفعاليات وبس، بالعكس لاحظنا توسع كبير في هالمجال وشفنا مجموعة من المسابقات ومن العروض المسرحية ومن المعارض العالمية. وبرضو راح يكون في مدن للألعاب المتنقلة، يعني حنعيش الألعاب في كل مكان يا جماعة الخير. بالضبط. تخيلوا إن برنامج The Voice وArab Got Talent بنسخة سعودية، يحظنا. كلام كبير. أنا أشوف السعودية يعني بدأت تطوي صفحة الماضي، بدأت فعلا تتغير ملامحها. في معلومة أخيرة، هالفعاليات أتاحت الفرصة لمشاركة الشباب سواء بالألعاب سواء بتنظيم هالفعاليات. ذكرتي قبل شوية نرجس أرقام كبيرة من ضمن الشباب اللي شاركوا في تنظيم هالفعاليات، فهذا شيء يبشر بخير مرة. وأيضا بالنسبة للكبار السن، تحدث عن كبار السن لهم وجود كبير. لما كنت في WWE وشفنا العروض المصارعة الحرة، كبار السن من كل مكان جايين يقولون والله النجوم اللي كنا نشجعهم زمان ما كنا نتوقع أن نشوفهم على أرض الواقع. لذلك فعاليات مغطية كبار السن. برضو فتح الفيز السياحية، حضرتي الفورميلا معي أنت وغطيتي حقيقة. شفتي كمية الأجانب اللي كانوا موجودين فيه، وما تتخيلوا قد وشوا هم مبهورين، مبهورين أن هذه السعودية، هذه السعودية اللي كنا إحنا نتوقع أنها مختلفة شوها والترفيه، بس الحين الترفيه تغير فعلا. المملكة مستقبلها في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة حيكون مختلف تماما. أكيد طبعا، يعني خصوصا أنها مثل هالفعاليات تستهدف الكبير والصغير، تستهدف الرجل تستهدف المرأة بالضبط. كل البيت ممكن أنه يحضر هالفعالية وهو مستمتع، والتمت الأسرة. أكيد طبعا صحيح. كلنا التمينا، صرنا نشوف بعض إحنا في مثل هالفعاليات. يعني هذا يعني أحس أنه هذه الفعاليات تخلق نوع من أنواع الثقافة بين الناس والتعامل والأشياء زي كذا. بالضبط. شكرا لك محمد، شكرا نرجس، نشوفكم على خير.